تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، تواصلت منافسات بطولة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة طيب الله ثراه الدولية الثانية لجمال الخيل العربية على قرية البحرين الدولية لسباقات القدرة. هذا وقد أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن بالغ شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على اهتمام ودعم جلالته للبطولة التي شهدت نجاح منقطع النظير من حيث التنظيم والمشاركة، مؤكدا سموه أن الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة برئاسة سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة حريصين على تنظيم هذه البطولة وإخراجها بأفضل صورة تنظيمية. وهنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة كافة الملاك والاسطبلات الفائزة بالمراكز الأول، مؤكدا أن البطولة ضربت أروع الأمثلة بجمال الخيل العربية الأصيلة من حيث تناسقها وجمالها، وهو نتاج عمل مميز من الملاك والاسطبلات، مشيرا سموه إلى أن المملكة عرفت بهذه الرياضة التراثية التي تحظى باهتمام كبير من الملاك والاسطبلات. وأثنى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على جهود اللجنة المنظمة العليا برئاسة سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة واللجنة المنظمة برئاسة الدكتور خالد أحمد وكافة رؤساء وأعضاء اللجان العاملة، مقدما لهم التقدير على عملهم الدؤوب والذي يحفظ المكانة العالية لمملكة البحرين باستضافة البطولات الكبرى وإخراجها بصورة تنظيمية رائعة. واختتمت منافسات البطولة بالمسابقات المختلفة على مدار يوم أمس واليوم. تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل لجلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أقيمت منافسات اليوم الثالث من الأسبوع الثالث لبطولة سموه للصقور والصيد. وقررت اللجنة المنظمة تأجيل منافسات اليوم على كأس سمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة، وذلك في فئة الشواهين وفئة جيرات الشواهين بسبب موجة الغبار وقوة الرياح التي شهدتها المملكة. وتقام مسابقة ناصر بن حمد للصقور والصيد على كؤوس سمو الشيخ عبد الله بن خالد بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد آل خليفة وكأس الخليجيين وسيف النخبة على كؤوس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة. هذا وقد أعلنت اللجنة المنظمة بأن المنافسات سوف تقام يوم الخميس القادم، وسيقام الأسبوع الرابع لمسابقة ناصر بن حمد للصقور والصيد على كأس سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة انطلاقا من يوم الخميس المقبل بإقامة منافسات الصقار الصغير. ويشهد يوم الجمعة إقامة فئة الحرار وفئة جيرات الخلط على كأس سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة. وفي يوم السبت 27 من يناير الجاري ستقام منافسات الشواهين وجيرات الشواهين الساعة 12:30 ظهراً.